السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. في مقولة كويسة جدا سمعتها يا جماعة: الشخص اللي هتكونه بعد 5 سنين هو شخص معتمد اعتماد كامل على المعلومات اللي انت بتدخلها في دماغك النهاردة. فعلا دي مقولة صح الصح. الشخص اللي هتكونه في المستقبل هو معتمد على كل حاجة انت بتعملها النهاردة. الأصحاب اللي بتخرج معاهم، وبالتحديد الأصحاب اللي دايما بتسمع لهم، الآراء اللي بتؤمن بيها، الكتب اللي بتقراها أو الفيديوهات والمواضيع اللي بتتفرج عليها، كل المعلومات اللي بتدخلها في دماغك النهاردة سواء كانت إيجابية أو سلبية هتأثر على مستقبلك. حتى الاهتمام بصحتك وبجسمك، لو بتعمل تمرينات ولا ما بتعملش، هيبان عليك في المستقبل. حتى الأكل اللي بتاكله النهاردة سواء أكل صحي أو جانك فود هيأثر عليك وهيظهر عليك في المستقبل. حضرتك نفس الكلام ده بينطبق على أفكارك ومعلوماتك. اللي انت بتأكله لعقلك النهاردة هو ده اللي بيحدد مستقبلك. تخيلوا بقى حضراتكم معايا كده، لو اللي بتدخله عقلك أو اللي بتدخله جسمك ما هو إلا الزبالة عزكم الله، خمن معايا كده المستقبل هيبقى عامل إزاي؟ ربنا يعافينا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى من النهاردة لازم ناخد العهد على نفسنا إن احنا نأكل عقلنا أفكار إيجابية وأفكار ناجحة. من دلوقتي لازم ناخد العهد على نفسنا إن احنا ناكل أكل صحي ونبطل الهريسة والمدلعة. من دلوقتي لازم ناخد العهد على نفسنا إن كل الناس اللي حوالينا هم الناس بس اللي يكون عندهم نفس الطموح بتاعنا. وبالنسبة للمعلومات حاول تنوع من كتب بتقراها أو فيديوهات بتتفرج عليها، مش مشكلة منين أبدا، أهم حاجة تأكل عقلك كل يوم حاجة مفيدة. عارف ليه أنت لازم تعمل كده؟ عشان شخصك اللي في المستقبل بيبوس إيدك عشان يكون عندك انضباط، عشان شخصك اللي في المستقبل بيبوس إيدك إن أنت تكون مختلف وما تبقاش زي الباقي، تتعلم أكتر منهم وتشتغل أكتر منهم. شخصك اللي في المستقبل عايزك تشتغل وتتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. اوعى تسمع للنكت السخيفة اللي كلها سلبية، اللي هو انا لسه جاي من بعدين ومفيش حد هناك مرتاح. نكت تافهة وملهاش الا غرض واحد، انك تفضل تحت الارض على طول. يلا يا جماعة نتبشر بالخير ونحسن الظن بالله. وزي ما احنا متأكدين ان الله عادل، فلازم برضو نتأكد من حاجة مهمة جدا، وهي ان مجهودنا لازم وحتما يساوي نتائجنا. يبقى يلا يا شباب كلنا نحسن الظن بالله. من النهاردة لازم كلنا نحسن الظن بالله، وربنا هيكتب لنا الخير كلنا. اللهم أمين يا رب العالمين. سامحوني طولت عليكم. الفيديو ده أنا عايز أهديه لشخصين، طبعا أهديه لكل الناس، ولكن أنا عايز أخص شخصين. الشخص الأول هو في ذمة الله دلوقتي، وهو أخونا وحبيبي في الله. أنا معرفوش شخصيا ولكن هو حبيبي في الله، أخونا إسلام شعراوي الله يرحمه ويحسن إليه. وعايز أقول لأهله والأصحابه والمعارفه إن إحنا كلنا إن شاء الله هنلتقي. وأنا عايز أقول على حاجة: صبر جميل فالملتقى الفردوس الأعلى من الجنة. الله يرزقه شرف رؤية وجهه الكريم ويجعله من رفقاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا بيه في الآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. وكمان يا جماعة أنا بهدي الفيديو ده لأخويا وحبيبي في الله، أشهد الله أن أنا بحبه في الله، أخويا يوسف أحمد. ما شاء الله ولدي عسل يا جماعة، ما شاء الله تشوفوه يعني تحبوه على طول. ما شاء الله ولد إيه، راجل عسل ما شاء الله، الله يبارك له. ما شاء الله يوسف ابتدى القناة بتاعته على اليوتيوب وهو عنده 17 سنة، سنة 2017، يعني النهاردة بعد 3 سنين تقريبا هو عنده 20 سنة. ما شاء الله اللهم بارك له، عنده 235,000 سبسكرايبرز. فربنا يوفقه وبالتوفيق للجميع يا جماعة. ولازم نفكر في الناس اللي هي زي كده، اللي هي بيبقى عندها طموح وما عندهاش حاجة اسمها ظروف وجوابات. الراجل ده من مصر، الظروف على الكل. فيا جماعة لازم 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 يكون عندنا طموح، وإن شاء الله تدعوا له كتير وتدعوا لي،
وبحبكم في الله. و if you think I helped you, please like, share, comment, and most of all, subscribe. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. See ya.